بالمصطلح المغربي كما قال الاستاذ انك كتعجبك المصطلحات المغربيه. هذا دستور ما مطبقش، يعني دستور مفتوح على مصراعيه، مازال ما كاملش، مازال فيه واحد المجموعه ديال الهيئات اللي خصها تجي، مازال فيه واحد المجموعه ديال القوانين التنظيميه اللي عاد خصنا نناقشوها، وشكون غيديرها، وشكون الناس اللي يشاركوا في الانجاز ديالها الى غير ذلك، واش حنا متفقين واش ما متفقينش الى غير ذلك. اذا نحن امام 21 عام ولا 30 عام اخرى ديال الدخول والخروج في الهضره على هذا الشيء ديال القوانين التنظيميه والهيئات والمناصفه وزيد الى غير ذلك. غير باش من هذا على هذا الشيء تنقول لكم راه اختيارات، وخصنا حنا نختاروا الناس راه مختارين النهج ديالهم باش كيسيروا هذه البلاد هذه، وعارفين اش كيديروا وما كيلعبوش. ولكن حنا واش عندنا اختيارات؟ الا كانت عندنا راه خصنا ندافعوا عليها وخصنا نفعلوا. عندي نقاط بسيطه اللي غادي نشير ليها ما دمنا امام اساتذه قضاه وامام اساتذه النيابه العامه وامام محامون. كاينه اشكاليات اللي مازال ما عارفه واحد المجموعه ديال الخروقات، واللي للاسف الشديد انها كتبقى بؤره ديال التوتر اللي فيها كيتم تلاعب بالمصالح ديال المواطنين. هاد النقط هادي كان على سبيل الحصر، على سبيل الذكر وليس الحصر، كاينه المصادر المرجعيه. مصادر المرجعيه وما تخلقه من مشاكل كثيره، وحنا كنعرفوا بان المجتمع ديالنا مجتمع اللي مازال واحد المجموعه ديال الاخلاقيات الرديئه والسلبيه اللي كتمارس به، اخلاقيات الحقد والكراهيه والانتقام الى غير ذلك. كنلقاو بان المصادر المرجعيه كلها، يعني ماشي كلها، واحد المجموعه فيها مبنيه على احكام قيمه، وليست مبنيه على وثائق، مبنيه على دلائل، مبنيه على اثباتات قانونيه الى غير ذلك. الاخطر من هذا اننا في داخل مصادر المرجعيه كنلقاو ان الضابط اللي كيدير المحضر ديال المصدر المرجعيه كيدير حاله تلبس، يعني حتى هذاك اللي جا غير بالمصدر المرجعيه كيدير له حاله تلبس، وكتبقى هنا السلطه التقديريه ديال القاضي اللي كيبقى داك المواطن تحت الرحمه ديال السلطه القضائيه ديال سميتو. كاينه المصادر الخاصه كما ناقشنا احد الاساتذه، المصادر الخاصه عندما كتحال واحد الملف كيتحال على السيد وكيل الملك في اطار مثلا حوادث السير، وكيحيلوا على واحد المحكمه اللي هي خاصه، مثلا المحاكم العسكريه فاش كيكون متهم في حادثه سير رجل عسكري، السيد وكيل الملك كيشد الملف برمته كيدير فيه المتابعه وكيحيلوا على المحكمه العسكريه اللي هي غادي تصدر حكم في حق هذاك المتهم. فاش كتسالي المحكمه الدعوه العموميه كتتم في المحكمه العسكريه فيها الحادثه، كيمشي اوتوماتيكيا للمسؤوليه التقصيريه. علاش هذاك المواطن غادي يتحمل ذنب واحد الاشكاليه قانونيه اللي غيمشي للمسؤوليه التقصيريه ويؤدي واحد المبالغ كبيره، يعني في حين ان كان عنده الحق في الدعوه العموميه انها تبقى في الجنحي؟ علاش ما يكونش مثلا ايقاف البت كما هو الشان في الحالات اللي كتكون المساله مرتبطه بحادثه شغل، وفاش يرجع يتفتح الملف من جديد ويتقدم بالمطالب يعني المدنيه ديالو. هذا اجحاف حق المواطن والضحيه ديال الحادث. كذلك حاله التلبس، هذه حاله التلبس يعني كما قال الاستاذ المحترم ان حاله التلبس حاله ولا يعني بحال الكره كنلعبوا بها كما بغينا. تعليمات النيابه العامه للاسف الشديد كما قال الاستاذ العسكري ان هذه المساله النقطه ديال تعليمات النيابه العامه بعض المرات كدار فيها خروقات كبيره في حق المواطنين، ان ما كتكونش تعليمات قانونيه، ما كتكونش تعليمات مكتوبه، وحتى ما كتكونش تعليمات شفويه مباشره. وفاش كيدار الملف كنلقاو يعني في المحاضر ديال الضابطه القضائيه طبقا لتعليمات النيابه العامه المؤرخه بتاريخ كذا كذا، في حين اننا بعض المرات كنلقاو بان هنالك تناقضات حتى في التواريخ، كنلقاو بان تعليمات النيابه العامه مديوره في تاريخ والاعتقال تم قبل من التعليمات ديال النيابه العامه. اذا كتكون واحد المجموعه ديال الخروقات اللي كدار في هاد الملفات عندنا، ماشي تنحلموا بهم، هاد الملفات كاينين في ارض الواقع. طلب من دقيقه مع العلم انه عندي غير هذا
اجراءات وتفعيل الماده 66 كما شار ليها الاستاذ العسكري اننا كيفيه الاثبات وقع لنا في المساله ديال المراه فاش يتعدى عليها الرجل ديالها تيقول لها خصك تثبتي. كذلك في الماده 66 تيجي المحضر تيدير فيه وقد اشعرناه بحقه في توكيل محاميه وكذا 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 والتزام بالصبت الى غير ذلك. كيفاش غيثبت العكس؟ المساله الاخرى ديال السلطه التقديريه ديال القضاء، وكنأكد على ميثاق الشرف، بدون ميثاق الشرف اللي غنلتزموا به كاملين ويلتزم به كل واحد واللي خلقو يتحمل المسؤوليه ديالو، فراه ما كاين لا اصلاح عداله لا دور. وشكرا. نقدم الشكر لجميع الحضور والساده المسؤولين عن الجمعيه اللي قدموا لنا الدعوه. سفيان احمدي كنمثل وحده التكوين عن القضاء الاداري بفاس. كنت قدمت السؤال ديالي بشكل كتاب وفقا المعايير الشكليه والاجرائيه المسطره. هل اخذ من الاعتذار ام لا؟ لكم بطبيعه الحال قدمته موجه بصفه مباشره للاستاذ بعلي وتوصل به وغادي يجاوب من بعد نهايه المداخلات ديال الساده الحضور. اذا سمعنا على واحد المساله مهمه، هو واحد النقاش دستوري فقهي عميق، التنافي تعطيل بنود الدستور مع فرق النظام العام، نحب بدل نضيفها في التوصيات او في المقترحات. سليم الشعبوي، صحفي وعضو المكتب المركزي للعصر المغربي للدفاع عن حقوق الانسان. عندي بعض الملاحظات. الملاحظه الاولى هو انني لاحظت على المنصه مغيب النصف الاخر. ذكرت الاستاذ بالمناسبه وكنشوف انه النصف الاخر مغيب ما كاين النصف ولا الجزء. اولا اعتقد انا قلت اعتقد جازما ان ما قيل في جل المداخلات تصب فعلا فيما يمكن اعتباره اقتراحات عادلة بين قوسين في مجال الإصلاح الحقيقي لمنظومة العدالة، ويجب الأخذ بها. ما قيل هنا يجب أن يلحق هذه الندوات اللي شفنا لبعض منا شكله وبعض منا إلى آخره. ثانيا أحيي الجرأة في طرح المواضيع التي يلامسها المجتمع وخاصة الفئات المثقفة والقانونية والحقوقية، كما أحيي جرأة المعايشة مع القضايا التي تطرح أمام القضاء من خلال مداخلة أحد السادة القضاة في طنجة، وهي كافية لإدانة واقع الحال المجسد في مساطر البحث التمهيدي والاعتقال الاحتياطي وصلاحية النيابة العامة. ثالثا أخشى اليوم على المسار القضائي بمحاكمنا بفعل ما نلاحظه بغاية الأسف من تنافر وخصومة بين قضاة المغرب. شكرا. حبي الكبير لوطني هو الذي يجعلني أتمنى أن تتحقق جملة من الأشياء ولو في الحلم، ولذلك سأظل أحلم وأحلم وأحلم إلى أن أرى أن الرشوة والمحسوبية والزبونية وسياسة الريع تم القضاء عليها وأصبحت في خبر كان، أن الإدارة تغيرت سلوكها وأصبحت في خدمة المواطن وليس العكس، أن مدونة السير حققت وساهمت بشكل فعلي وأثرت بشكل إيجابي على سلوك مستعملي الطريق والراجلين وسائق العربات وأيقظت ضمير السائقين وقلصت من عدد حوادث السير التي كانت حصيلتها حسب الأرقام الرسمية المعلن عنها 4000 قتيل. نعم 4000 قتيل. إنها المأساة والفاجعة، إنها كارثة الكوارث، جاءت نتيجة عدم احترام مدونة السير والتهور والثقة العمياء أثناء سياقة المركبات والسيارات المصنوعة من كومة من الحديد
وبها خزان يحتوي وقودا سريع الاشتعال، وعجلاتها لا تحتوي سوى على كمية من الهواء، إذ بسبب انفجار عجلة منها يحدث ما لا تحمد عقباه. أن القضايا العالقة برفوف مختلف المحاكم المملكة تم البث فيها وتسويتها، أن جميع ملفات الترقية المتعلقة بالموظفين على اختلاف درجاتهم تمت تسويتها، أن يتم العفو والإفراج عن سجناء الرأي والديون الخصوصية للمعوزين وكذا المسجونين من أجل جناح بسيطة كي يخف الاكتظاظ داخل السجون التي لم تعد تطيق وتستوعب العدد الكبير من النزلاء والسجناء الوافدين عليها، أن تستعيد مختلف المؤسسات التعليمية مجدها وجودتها، أن تعود للمستشفيات والمستوصفات العمومية مصداقيتها بتحسين خدماتها للمرضى الوافدين عليها التماسا للشفاء والعلاج، أن تعود الابتسامة والحياة للبيئة التي توجد في طور الاحتضار، أن يتم استرجاع جميع أموال الشعب المنهوبة وضخها في خزينة الدولة قصد استثمارها في مشاريع تحقق مناصب شغل العاطلين. وأتلو هذه الفرصة لأتقدم بشكل جزيل لجمعية حقوق وعدالة ومؤسسة هانس فيدل السويسرية، كما لا يفوتني أشكر كل أساتذة الألمانية على مداخلتهم وإثرائهم للموضوع التي تمت مناقشته، والشكر موصول كذلك للحضور الكريم الذي لبى دعوة الحضور إلى مدينة طنجة قصد الإفادة والاستفادة، وأن لا ننسى الملصقة المحترمة صوفيا الرئيس على مجهوداتها الكبيرة وتنقلاتها الدائمة من أجل الدفاع عن المغاربة وحقوقهم التي لا تقبل بس بها المساواة. شكرا عبد الرحمن الخساري محامي مدينة طنجة، تحياتي على تنظيم هذا اللقاء وتشكراتي للأساتذة المحاضرين. أنا عندي تساؤل فيما يتعلق بالمادة 66 حسب آخر التعديلات ديال 2011 في النقطة الخاصة بالقبض على المشروع فيه وانطلاق سريان مدة الحراسة النظرية، كاين إشكال مطروح فيما يتعلق بالقبض على المشروع فيه. المادة 66 دابا في التعديل ديالها كتكلم على تاريخ وساعة إيقاع القبض. حنا كنفترضوا على أن واحد هاد الضابط هذا المفروض أنه كيمسك واحد السجين وكيشعر النيابة العامة بأنه الشخص مبحوث عليه أو القيام عليه القبض، وغادي يسلموا للشرطة اللي غادي تمرروا واحد الرحلة حتى لطنجة باش تقدموا للنيابة العامة ديال طنجة. جرى واحد العمل ما عرف كيفاش هاد النيابة العامة يعني كتاخذوا، كتقول النيابات العامه اللي تقدم لها الشخص هذا ان المده اللي قضاها السيد هذا خارج الدائره ديالها انها كانت مده ديال الرحله، وانه انطلاق تحديد الحراسه النظريه هو يبتدئ من تاريخ احضاره امام الشرطه التي تشرف عليها النيابه العامه المصدره للقرار. غير مادة 66 جات واضحة ومفروض أنها تكون قاعدة أميرة باعتبار أنها متشبعة بالمواثيق الدولية وبالدستور. إذا هنا كنتسائل وسبق ربما شي زميل تسائل مع الأساتذة الأستاذ السمولي والأستاذ باعلي من حيث الموقف السليم والقانوني الذي يتعين يعني توحيد فيه الرؤية، لأن سبق لي أنا كان عندي نقاش معين مع شي أساتذة حول هذه القضية أن فيها مازال نقاش. هذه حرية ديال الشخص. الحراسة النظرية تحدد في 140 ساعة ويتعين التمديد ديالها بعد تقديم النيابة العامة بإذن الكتابي. تماما، فلذلك أنا نتساءل هذه المادة هذه واش شرعت فقط غير هكذا او شرعت من اجل التطبيق؟ وهذا الاشكال هذا اللي كنرجعوا له دائما ديال اللوجيستيك والامكانيات البشريه ديال الدوله، حنا لسنا مسؤول عليه. هذا المشبوه فيه هو غير مسؤول على ان كون الدوله ما عندهاش مروحيه او ما عندهاش وسائل النقل او ما الى غير ذلك. وماذا يمنع ان تكون هناك تنسيقات ما بين نيابه عامه في اقليم ما في دائره ما ونيابه عامه في دائره اخرى؟ المختارين حتى لا نقع في المشكل ديال الاعتقاد التحكمي، لان هناك يطرح مساله الاعتقاد التحكمي.
قبل ان اعطي الكلمه للساده المتدخلين، بدايه من اجل الاجوبه الجواب عن مجموعه من الاسئله التي تم طرحها من الساده الحضور، اود في ثلاث اهميه تم طرحها وتتعلق بجمعيه حقوق وعداله، واجد انه من واجبي ككاتب عام للجمعيه ان اوضح للساده الحضور اولا أن الجمعية لها مجموعة برامج، وقد سبق أبتدئ من آخر ملاحظة قد سبق لها أن دعت عددا من الفعاليات النسائية، وهذه المائدة المستديرة هي ليست إلا الأولى في حلقة إصلاح المنظومة أو العدالة الجنائية، على أنها سوف تتلوها باقي مراحل هذه المنظومة بما في ذلك مرحلة الحكم ومرحلة تنفيذ العقوبة وما بعد تنفيذ العقوبة، وفي ذلك سوف نأخذ هذه الملاحظة بعين الاعتبار بطبيعة الحال. النقطة الثانية تتعلق ب من أجل مغرب أكثر عدلا، ليس هو شعار المائدة المستديرة ولكن هو شعار للجمعية. أما شعار هذه المائدة المستديرة فهو إصلاح المنظومة الجنائية والعدالة الجنائية بين البحث التمهيدي وقضاء التحقيق. أما من أجل مغرب أكثر عدلا فهو ترجمة بالفرنس من الفرنسية الذي هو شعار اختارته الجمعية إيمانا منها بأن مجموعة المؤسسات التي يعرفها المغرب وهي مؤسسات دستورية تسعى كيفما كان الحال بتشريعاتها وبتدابيرها إلى إقرار الحرية والعدل والإنصاف وتحقيق المحاكمة العادلة، وبالتالي فمن منظورنا في الجمعية هذه الجولة هي الجولة الأكثر الأصح بالاعتماد أكثر من قول أننا في جمع الحقوق وعدالة من أجل مغرب عادل، لأننا نعتمد ونعتبر على أن المغرب كيفما كان الحال له مؤسسات دستورية تسعى إلى تحقيق العدل والحرية. الملاحظة الثالثة تتعلق بمنظمة هانس سايدل، وهي منظمة سياسية ألمانية، غير أن إقحام ورقة التعريف في الملف المسلم للسادة الحضور ليس الغاية منه أن هناك تسييس أو تسيير أو تدخل في عمل الجمعية. عمل الجمعية هو عمل حقوقي صرف وهو عمل مستقل، غير أنه من واجبنا ونحن نؤسس شراكاتنا مع باقي المنظمات المجتمع المدني وباقي الهيئات السياسية، فمن الضرورة ومن الأدبيات أن نضع أيضا للسادة الحضور ورقة تعريفية بشركائنا في مجموع البرامج. أشكر من جديد السادة الحضور الكريم على مجموعة تدخلاتهم، وأتمنى من السادة المتدخلين المحاورين وهم يردون عن بعض الأسئلة أن يأخذوا بعين الاعتبار مناقشة مؤسسة قضاء التحقيق واستقلالها أو مدى استقلالها عن النيابة العامة وعلاقة النيابة العامة مع قضاء التحقيق وفعالية قضاء التحقيق ما بين الإبقاء والإلغاء، لكي نستغل الوقت في مناقشة هذا المحور الثاني من المائدة المستديرة. والكلمة كما شكرا السيد الرئيس، أشكر الأساس الأجلاء على الملاحظات القيمة فعلا التي من شأنها إغناء النقاش. أبدأ من حيث كان الأستاذ الجليل قد تدخل وأشار إلى مسألة أساسية، وهي مسألة القوة الثبوتية المحضر الضابط للشرطة القضائية، وقال على أنه إذا كان هذا المحضر يعني أعطى المشرع هذا ما نسميوش القدسية ولكن أعطى هذه المكانة داخل المسطرة الجنائية، فما الجدوى أصلا من إحداث المحاكم ومحاكمة الأشخاص ونكتفي بمحضر الشرطة القضائية. وضع أمر الحراسة النظرية، فعلا كلهم خصهم تحطوا الحراسة النظرية، هذه السؤال الأول، أو لا ما خصهمش يتوضعوا أساسا، لأن هاد الفاعلين داخل المنظومة من ضابط الشرطة القضائية إلى وكيل الملك إلى القاضي الذي يصدر الأحكام راه مطوق بآليات قانونية، لأنه لا يصدر أحكام وفق هواه. راه بعض المرات كيكون القصور في النص، وهذه المسألة كنناقشها الآن، ولكن ينبغي أن ينصاع على هذوك النصوص اللي ماشي حنا اللي مسؤولين عليها، حنا خصنا نطبقوها، ولكن في هذاك التطبيق نعطيو هذيك النفحة الحقوقية كلما أمكن ذلك. ولكن المحضر ملي كيجي على الحالة اللي كنتكلموا عليها الآن، كتقول بأنه جاء أمام الوكيل وكيقول بأن هذا ماشي البصمة ديالي، ومني مشى قدام إذا الوكيل الملكي هذه المرحلة يعني
تجاوزنا المرحلة المهمة هي المرحلة ديال القضاء. القاضي ملي غادي يقولي بلي هاد البصمة ماشي ديالي، راه يمكن لي يدير خبرة. هذاك المحضر في حد ذاته راه كيدخل في القناعة الوجدانية للمحكمة، لا تحكم هذا من ضمانات المحاكم العادلة إلا وفق بناء على مسطرة توجهية حجاج نوقشت شفاهيا أمام المحكمة. أنا كقاضي القناعة ديالي إلا بان ليا على أن ذاك المحضر فيه شك في نسبة الأفعال المتهمة خصني نصرح بالبراءة لأنها هي الأصل. هاد المسألة التنتير الآن، واش كاع الناس اللي كيتقدموا راه ما مرتكبينش أفعال جرمية قطعا؟ لا. حنا شنو هو الغاية ديالنا حنا الآن؟ هو أننا ألا يساق شخص إلى السجن ظلما، ولكن راه عندنا غاية أخرى، هو ألا يفلت مذنب من العقاب. راه عندنا واحد المعطى كنغيبوه، أريد له أن يغيب، راه هو الضحية اللي هي كتمثلو النيابة العامة. لأن كان كيتكلم الأستاذ في البداية قال لك النيابة العامة في الولايات المتحدة الأمريكية كيوقفوا بحالهم حدا الدفاع. حنا النيابة العامة من في التنظيم القضائي جزء من هيئات المحكمة. علاش؟ لأن راه تما بالنسبة لنا حنا نمثلوا صوت الحق العام، حنا اللي خصنا ندافعوا الضحية. لأن ما تنساش لأن دور النيابة العامة أصلا هو استتباب الأمن والطمأنينة داخل المجتمع. إذا جينا حنا هاد الأشخاص كلهم فعلا راه كاينة قارئة الأصل هو البراءة، وأننا الشخص لا ينبغي أن يدان إلا وفق حكم جازم، وأن الشك ينبغي أن يعني الأحكام تبنى على القطع واليقين ولا تبنى على الشك والتخمين. ولكن في هذا السياق هذا راه ما يمكنش نقولوا حنا الآن تساءلتوا فعلا مشكورين أن كيفاش هذوك الناس جاو عدد كبير وكانوا في حراسة نظرية مسؤولين. حنا النيابة العامة مسؤولين كما ربما أنا تتم لما قاله الأستاذ عن الحريات الفرديه والجماعيه، والنيابه العامه الاولى. لان شنو الغايه من النيابه العامه؟ بمقتضى نص المسطره الجنائيه هي الصاهره تطبيق السليم للقانون حتى من هيئه المحكمه. اذا بان على المحكمه هذه النقطه قانونيه زارت عن يعني الطريق الصحيح، راه ذاك الممثل الحق العام راه هو خصم شريف، ويمكن لي اثناء الجلسه ان يلتمس براءه المتهم اذا ظهرت له. وهذا الشيء راه ماشي جديد وكاين، ولكن خصو حنا انا كنتكلموا بشكل موضوعي ان هذا الشيء ما كيوصلش لعموم الناس، كنوصل للمسائل اللي انا دائما هذا السيد راه ما عنده والو دوز راه شورت. حنا فعلا خصنا هاد الناس هاد الحالات ما بغاش تتكرر، ولكن يبغي كذلك ان نعطي وجه اخر لماشي حنا يعني كندافعوا على مؤسسه مؤسسه، ولكن كنهضروا بصوره يعني موضوعيه وبشكل موضوعي. هاد الناس هما اللي جاو النيابه العامه في اطار شنو في الترشيد اعتقال في اطار مبدا ملائمه المتابعه رجعت ان تعتقل منهم غير 41 واحد. اما كانوا منهم الناس اللي كانوا في حاله السكر، واش عليه هاد الشخص في حاله السكر ان يعني ما نحطوش حراسه نظريه؟ لان الحراسه النظريه كاين محددات عن الضابط ان تكون ضروره البحث تستدعي ابقاء هذاك الشخص من حراسه نظريه. وكان من دفعات كنت دابا انا كنقولها فعلا دفاع جد متقدم في بعض الدفعات ديالو كيما كنقول انا ماشي غتحترم لي المده الحراسه النظريه. خص الضابط إلا كنستمع ليه في نصف ساعة يكون المحضر تنجز في نفس الساعة، مثالي نصف ساعة يقدمو الوكيل الملك، أش بقى كيدير عنده 48 ساعة؟ هذا كلام. ولكن حنا راه كنشوفو كنقولو دي الضابط راه ما عندوش غير هاد المسطرة، ماشي كنبررو حنا أنه كان إكراهات عملية لعدم نفاة القانون، لا الأصل هو أن نفذو القانون، ولكن هذا ما يمنعش أننا كنقرو لكم الواقع كما هو، وبالتالي خصنا نبحثو على الحلول. ملي كنتكلموا على الحراسه النظريه، الحراسه النظريه تدبير وقائي بعد ما قتل الشخص المحروس. حنا عندنا المفرد والمثنى والجمع، الفرنساويين عندهم غير، وحنا تنقولوا جوج ولا ثلاثه لان نقلنا على فرنسا، وفرنسا عندها غير المفرد والجمع، وحنا عندنا المثنى. شو الروينه كي دايره؟ كمل. تفضل. بالنسبه اللي بغيت نوصل تعرف النقيل مصيبه اللي بغيت نقول لانه فعلا هذه مساله مسؤوليه النيابه العامه ديال الوضع الاشخاص راه الحراسه النظريه قائمه، وينبغي ان تراقب هذا الاجراء لكي لا يقع اي تعسف حق اي مواطن. وهذه المساله تباشر كنتكلم لك ماشي غير في المحاكم ديال الضابطه، في مجموعه ديال النيابه العامه، ماشي كندافعوا حنا على النيابه العامه، كنقول الواقع انه كتكون هناك زيارات يوميه. انا نمشي ماكشي لمدينه الضابطه لان علاش كنعطيك قياس؟ لان محكمه مدينه استثنائيه سبعة ديال المناطق أمنية، سبعة مناطق أمنية بلا الدركيات، ما يفوق أكثر من 7 مليون ديال البشر. حنا كنتكلفوا على أننا نمشيو للمخافر
وغادي نقول انا كنطلقوه من المخافر، ما كيتقدموش للمحكمه. ملي كنقول اش عندها السيد كيبقى عنده السكر، اش عندها السيد عندها تحريض على الفاس، كنجمعوا كاع هادو كينجزوا المحاضر وكنقول لهم هنا تخلى السبيل ديالو، وراه المحاضر نديو من روسنا. اكثر من ذلك الاستاذ كنطرح السؤال كيوقع علاش النيابه العامه ما حاضراش. النيابه العامه حاضره في 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 عند الضابطه الشرطه، ولكن اش كنستعملوا الشرطه القضائيه لان المشرع ما استعملش في الضابطه. هذاك الشيء اش كنبقاو نقولوا دائما الضابطه القضائيه ما كايناش عندها في المسطره الجنائيه. كنقولوا دابا كان بعد الافعال 15 يوم او لا 20 يوم وحنا قابعين في مخافه عند مجال الفصل الاخر اللي شكل كارثه هو الفصل 4 و5 التعديل ديال قطع التقادم وديال اشكال. هذا اشكال فين فين هو الضحيه في الفصل؟ الشيكات راه العام اللي يعني راه كنجمع في 20 استاذ معلي نهار. مجرد ملاحظه، مجموعه ديال المداخلات اللي تمت اللي بطبيعه الحال الكتابه ديال الجمعيه تستقي منها مجموعة التوصيات اللي غادي تخرجوا بها في المبعث المستدير، بمعنى انه اذا كانت هناك اسئله موجهه بشكل مباشر وتنتظر الجواب فمرحبا، اما مناقشه مجموع المداخلات غادي يحرمنا من مناقشه المحور الثاني. حنا غادي نمشيو بشكل انا اللي كان اللي كنعاود نزيد ناكد عليه هو في خلال من خلال الردود ديال الاجوبه ومن بعد الاجوبه بغينا نناقشوا اذا سمحتوا مادام ناقشوا هذه المسألة ديال النيابة العامة وقضاء التحقيق، وقضاء التحقيق كونه مستقل عن النيابة العامة وعن عن الحكم من خلال الأجوبة غنطرقوا الموضوع. شكرا. ماشي مشكل. إذا بالنسبة للأستاذ الجليل تفضل وقال على أنه واش يمكن تصور وطرح السؤال المشروع بأنه المسألة تناقشت مسألة السلطة التقديرية. السلطة التقديرية كاينة عند قاضي التحقيق، كاينة عند النيابة العامة، وكاينة عند قاضي الحكم. مسألة بعض الجرائم واش المجرم، هذه مسألة من هنا كنقولوا حنا ك يعني كممارسين، حنا المسؤولية ديالنا هو أن نطبق النص على الوجه المتطلب قانونا روحا ونصا. أما التشريع راه مسؤول عن الإرادة ديال المجرم، وبالتالي إلا بغى المجرم يبيح بعض الأفعال يبيحها، حنا ملزمين لا جريمة ولا عقوبة بنص، وبالتالي الشرعية معروف. أما واش المجرم يقدر يجرى، هذه مسألة ديال الإرادة ديال الممثل للأمة. وبالتالي نطرحوا السؤال من يشرع، لان خصنا نهضروا حتى هو هذا هو الموضوع في اطار اصلاح، راه خصنا حتى المجتمع كيلعب الدور ديالو. بالتالي راه هضرنا قبيله على جوده النص وعلى يعني راه كل شيء كيصب في نفس السياق. كتبقى المساله اللي تكلموا عليها هي مساله ديال السلطه التقديريه. فعلا كاع الانظمه الان تسير في اتجاه تقليص السلطه التقديريه، ولكن واش هذا حل؟ انا اقول هذه النظره ديك السلطه التقديريه كتكون هي رصاصه الرحمه بالنسبه لهذاك الموت. هل نتصور معايا اننا غادي توضع نص ونقولوا مثلا السرقه اي واحد سرق راه غادي ياخذ عقوبه ديال سنتين؟ والاصل في العقوبه ماشي يبقى عند القاضي المبنى انه يعمل السلطه التقديريه، لاننا كنتعاملوا مع ظاهره بشريه، وقوة البشر كل شخص عنده حاله محدده، راه لا يمكن ان نجد حالات نموذجيه. ما يمكنش في نفس النهار يقدروا يجيو 300 شخص، كل شخص عنده ظروف خاصه. كاين اللي تلميذ، كاين اللي اول مره كيرتكب الفعل، كاين اللي هو الموت يعني نزيل ديال السجون، كاين اللي القيمه ديال المسروق ماشي بحال بحال، يعني كاين مجموعه حتى الشخص اللي تعرض للضحيه ماشي بحال بحال. بالتالي حنا اللي كان نقولوا في هذه المساله ديال السلطه التقديريه فعلا ينبغي ان نشوفوا شي صوره، لانه المشتري راه خدا في القانون ديال التعويض عن حوادث السير، لانه حاول انه يعني ينزع السلطه التقديريه من القاضي من القضاء، ولكن مع ذلك ما قدرش في المجمل، لان ملي غادي يحدد المسؤوليه خص عاوتاني تكون السلطه التقديريه. ملي غادي نحدوا التعويضات بناء على راس المال المعتمد وهذا وداك الشيء، يعني كاين هذاك المحددات. ولكن بالنسبه للسلطه التقديريه اللي هي اساس تحديد المسؤوليه في الحادثه، ما يمكنش غادي بالتالي ضروري من التدخل ديال العامل البشري هنا اللي هو القاضي. كتبقى في علاقه باش نبقاو في الموضوع، هو كما قلت في اطار مبدا الملائمه، النيابه العامه يمكن ان تلتمس من السيد قاضي التحقيق وتقدم الملتمس. الان اللي كيبان ان فعلا انا كنقول هو ان قاضي التحقيق هو بحد ذاته هو المركز ديالو هو منزله بين المنزلتين، ما هو بين قاضي النيابه العامه وما هو بين قاضي الحكم. ماشي هو قاضي ديال النيابه العامه وماشي هو قاضي، لانه يجمع الادله، واذا ارتأى ان الادله كافيه للاحاله المحكمه يتخذ قرارا بالاحاله.
كيف كيقول المتابع هو راه ماشي المتابع هنا وقرار بالإحالة، لأن المتابعة دارتها النيابة العامة في الملتمس، وهنا كيجمع الأدلة ما ليس له السلطة ديال التقييم ديال الأدلة. علاش؟ لأن اللي يقيم الأدلة هي المحكمة. إذا حنا كنيابة عامة نتابع، إذا كان هناك شك ولا شبهة نقدروا نتابعوا، ماشي هذا الأصل المبدأ. يبني القاضي التحقيق يحيل إذا كانت هناك أدلة كافية، إذا كانت هناك أدلة كافية، ولكن المحكمة تدين إذا كانت هناك أدلة يقينية. هنا فين كاين كيبان لي هناك فرق بين هذه المستويات الثلاثة. بالتالي فالقاضي التحقيق في من خلال الممارسة العملية ما خصوش هو أصلا دائما يتبنى الرأي، لأن هذا مجرد ملتمس كما هو ملتمس وكيل الملك في جلسة أثناء المحاكمة. راه ماشي القاضي الحكم ملزم يعني بالحكم وفق ملتمسات النيابة العامة. في المسطرة الجنائية كاين إشكال، لأنه في الحالة اللي كيكونوا مثلا في حالة ديال الدار البيضاء وطنجة ومحاكم أخرى ما كيكونش قاضي تحقيق واحد، كيكون تعدد القضاة التحقيق، وكيل الملك يعين قاضي التحقيق الذي يباشر التحقيق. هنا كاين اللي كيطرح كيقول لك علاش عطى هذا الملف لزيد وما عطاش الأمر. كاين الآن أنا كنقول باش نبقى هو التحقيق هو مستقل على النيابة العامة وعلى قضاء الحكم، لأنه هو سلطته لتجميع الأدلة وليس بسلطة اتهام. قضاء التحقيق كيبان أن هناك واحد النوع ديال يعني التغول أو يعني سلطات واسعة النيابة العامة في اتجاه قضاء التحقيق، بمعنى أن جميع الأوامر، هذا بنص القانون، جميع الأوامر التي تصدر قاضي التحقيق تكون قابلة للاستئناف من طرف النيابة العامة باستثناء الأمر بإجراء خبرة. يعني أنها تقدر تعرض حتى الملتمس ديالها في التعامل ديالها مع قاضي التحقيق، تقدر تلتمس ليه مثلا شيء واحد. لأن الآن الأستاذ مسألة ديال الاعتقال الاحتياطي، إذا تقدم الشخص بطلب الصراح فالقاضي التحقيق يعطي الصراحة المؤقت، ولكن النيابة العامة إذا استأنفت القرار ديال الصراحة المؤقت فإن الشخص يبقى يكون ملزما قانونا بالبقاء رغم الاعتقال. وأن الاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي، وكان الشهادة ومشاو لأنه هناك الآن فارق في النص حتى الأسباب ديال اللي كيقضي فيها قاضي التحقيق بعدم المتابعة، يعني بعدم الإحالة كيحدد في عدم كفاية النص، ولكن كاين أسباب أخرى مسقطة ما كاينش عندهم في النص. كاين تقادم باش نخليو القاضي التحقيق أثناء مرحلة التحقيق يقضي بتقادم بسقوط، ماشي بسقوط، عدم المتابعة التقادم، ماشي نقولوا ليه بقى أنت يمشي عند المحكمة يتصرح بتقادم. إوا هذاك التقادم هو في المفهوم التعريف ديالو هو عقبة إجرائية، راهي منهك من أنك تدخل الموضوع باقي ما بديتيش فيه. وكيف يعقل انه مثلا من اسباب ديال عدم المتابعه كما قلت تقادم، ولكن غير منصوص عليه في القانون اللي كينظم الاجراءات ديال التحقيق الاعدادي. باش ما نسقطش الكلمه يبقى السؤال ديال الاستاذ ما سمعتش السؤال، ولو انه مطروح في مجال غير مجال بغيتو تفضلوا الاستاذ. كيتفضل الاستاذ قال لك بغى يجاوبو ماشي اشكال، ولا هو الاشكال اللي طرحته ديال التنفيذ. التنفيذ بصفة عامة الأستاذ جرير هو معطلة، سواء تعلق الأمر بالشق المدني أو الجنحي، لأن الشخص إذا كان مثلا حكم في حالة صراح وأدين راه كنوجدوا صعوبة باش نعاودوا نحضروا أمام المحكمة، فما بالك بالنسبة للعقوبات المدنية. يعني هذا معضلة، سواء سبق التنفيذ حول يعني إزاء الأشخاص أشخاص القانون الخاص ولا أشخاص القانون العام. والآن راه ينبغي أن يعني أنا كنقول هنا الدولة ينبغي أن تعطي الأولى تعطي نموذج في تنفيذ الأحكام، لأن في تنفيذ الأحكام هي الغاية، ماشي الغاية أنه هو يكون عندي حكم، ولكن الغاية من الحكم هو التنفيذ، لأن التنفيذ هو اللي كيعطي القوت السياسية والهيبة للقضاء. كتبقى يعني دابا كنحضروا حنا بصفتنا الجماعوية، لأنه كنا نعيش مرحلة ديال بحال حجر قانوني. فعلا ما كانش يمكن القاضي ان يخط قلما الا بالحصول على ترخيص من وزاره العدل والحريه. ونفرق غنكملوا اذا سمحت استاذ معلي في نفس السياق.